بنعمل حاجه لذيذه قوي، بنروح المدارس بنخلي الاولاد على جميع الاعمار، يعني ابتدائي لوحده، اعدادي لوحده، ثانوي لوحده، بنعمل مسابقه لتخيل الطفل او الولد الشاب لعربيه المستقبل. ودي مسابقه بتحصل في العالم كله عن طريق تويوتا اليابانيه، وفي احتفاليه بتتعمل كل 5 سنين في اليابان، بيعزموا كل رؤساء شركات العالم في تويوتا، وبيطبقوا احسن تخيل لاربع عربيات وبيصنعوها بالحجم الصغير. ايوه. وبتطلع على المسرح. فاحنا مشتركين السنه دي فيها، واي هوب ان احنا نبقى واحده من العربيات اللي تتعمل في تويوتا، ويبقى ده المستقبل، اسمها كونسبت كار او فيوتشر كار. على نفس النسق ده حضرتك، كان في يوم السبت كان في سباق للرالي السيارات الكهربائيه للجامعات المصريه. ايوه. وكان برعايه دوله رئيس الوزراء. مظبوط. وكان الحقيقه طلبه كليه الهندسه كانوا مشتركين بالسيارات الكهربائيه، تصميمهم ومحرك وبادي. مظبوط. وفاز جامعه عين شمس الحقيقه. مظبوط. برضه كانت برضه، هل ده كان يدخل برضه في اطار اهتمامكم مع حضرتك؟ انا ليا علاقه معاهم قريبه جدا، ان هم ورايا هنا. واخد بالك ازاي؟ فاحنا على علاقه طيبه جدا معاهم، من طلبوا حاجات